بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. النهارده هنكمل مع بعض الجزء الثالث من ماده السي سي ان اي، التحضير ليها. ده الفيديو رقم 12. النهارده المفروض ان احنا هنتكلم عن بروتوكول من ضمن الراوتنج بروتوكولز اللي المفروض نعرفها. هنتكلم عن بروتوكول مهم جدا، هو بروتوكول الاو اس بي اف. بروتوكول الاو اس بي اف بروتوكول مهم جدا، بنتعرف عليه هنا في السي سي ان اي، وهنرجع نتكلم عليه اكتر في السي سي ان اي. بروتوكول التفاصيل او الديتيلز بتاعته يعني كتيره شويه، ولكن يعني ان شاء الله هنقدر ان احنا نستوعب كل اللي احنا محتاجين نعرفه في هذا البروتوكول. بداية خلينا نتكلم عن الـ OSPF. الـ OSPF هو من البروتوكولات اللي منصنفها ان هي Link State، يعني تهتم جدا بحالة اللينك، بمعنى اخر هو بيهتم جدا بالباندويتس بتاع المسار اللي بيوديه على الشبكة اللي المفروض ان احنا نروح لها، الديستنيشن بتاعتي لو عندي اكتر من مسار. فبيهتم جدا بالسرعة وليس بعدد الراوترات اللي في السكة زي الريب. هو كل 30 دقيقة بيبعت التيبل بأكمله للراوترات اللي معاه، وليس في كل ابديت وفي كل هالو مسج زي الريب، ولكن هو في كل هالو مسج لو في اي تشينج او في اي ابديت مطلوبه هو هيبقى حاططها ويبعتها في التوقيت المناسب بتاعها. وساعتها بنقول على التشينج دوت او الحاجه اللي هو المفروض يبلغ بيها، بنسميها لينك ستيت ادفرتايزمنت. يعني هو بيبعت حاجه اسمها لينك ستيت ادفرتايزمنت. والحقيقه هو لما بيبعت اللينك ستيت ادفرتايزمنت بيبعتها كان خلينا نتعامل مع اللينك ستيت ادفرتايزمنت ان هو ورقه من ضمن مجموعه ورق هيتحطوا في ظرف كبير. الظرف الكبير ده بنسميه لينك ستيت ابديت. اذا مجموعه ال اس اي واحده او اكتر بيبقوا موجودين في اللينك ستيت ابديت، واللينك ستيت ابديت ده بيتبعت. طب ال اس اي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها مثلا معلومه بتقول انا مرتبط بالشبكه الفلانيه، ومرتبط ال اس اي ثانيه بتقول انا مرتبط بالشبكه الفلانيه الثانيه، ال اس اي ثالثه بتقول والله تم وقوع الشبكه الفلانيه. فهمنا كده ال اس اي نوعا ما ماشيه ازاي. طبعا ال اس اي تايبس وانواع ممكن نتعرف عليهم اكثر في السي سي ان بي، ولكن خلينا دلوقتي نتكلم على يا ترى ايه هي الخوارزميه اللي بتشغل. اتفقنا ان في خوارزميات بتشغل البروتوكولات وهي البروتوكولات مكتوبه على اساسها. الحقيقه الخوارزميه اللي احنا بنشتغل عليها في الاو اس بي اف بيبقى اسمها ديجكاسترا، وده الاسم الغير شائع بتاعها. الاسم الشائع جدا اللي هيصادفنا دايما هو شورتست فيرست باس باس او اس بي اف. تمام، الاس بي اف هي دي الخوارزميه اللي بتشغل او هي دي العقل الخاص بالبروتوكول الاو اس بي اف. بروتوكول الاو اس بي اف في ميزه تانية، بروتوكول الاو اس بي اف ما بيشتغلش على راوتنج تيبل وبس، يعني مش شغال يعني ما بيعملش راوتنج تيبل وخلاص، او ما عندوش راوتنج تيبل وخلاص، لا ده عنده اكتر من تيبل. هو الحقيقه بيبقى عنده حاجه اسمها النيبر تيبل، والنيبر تيبل ده بيبقى فيه مين؟ بيبقى فيه الجيران بتوعه، يعني بيبقى عارف هو الراوتر مين الجيران بتوع الراوترات المتصل هو بيهم. فوالله الراوتر ده والراوتر ده والراوتر ده بيحط المعلومات دي عنده في النيبر تيبل، وطبعا لو الراوترات الثانيه بتقول معلومات هيحطها برضه. العلاقه اللي ما بين كل راوتر والاخر، بالعلاقه اللي ما بيني وما بين الجيران، انا شكل الاتصال وشكل الاتصال بتاعي ما بينهم عباره عن ايه؟ يعني بمعنى اخر الرسمه اللي احنا بنرسمها في الباكت تريسر،
بس على شكل كتابي وليس رسمة، بتبقى موجودة وبنسميها التوبولوجي تيبل، بتبقى موجودة في تيبل تاني اسمه التوبولوجي تيبل. أحيانا بنسمي التوبولوجي تيبل وده الشائع لينك ستيت داتابيز أو ال اس دي بي. الأجنسي تيبل ساعات بيبقى بديل لكلمة نيبر تيبل، ولكن احنا الشائع ان احنا نقول نيبر تيبل. هيبص في التوبولوجي تيبل مين بقى الاس بي اف، العقل المدبر للاو اس بي اف اللي هو الخوارزميه بتاعته، اللي هو الشورتست فيرست باث الجوريزم. هيبدا يبص في التوبولوجي تيبل ويطلع افضل مسارات، افضل مسار للشبكه الفلانيه وافضل مسار للشبكه الفلانيه، ويحطهم في الراوتنج تيبل، هيتحطوا في الراوتنج تيبل او الفوروردنج داتابيز او الشائع ان احنا بنسميها الراوتنج تيبل. طيب النقطه الثانيه اللي يمكن يعني عايزين نبقى عارفينها برضو هي ان الراوترات اللي شغاله او اس بي اف بتعتمد في شغلها تماما ان كل راوتر يبقى له اي دي خاص بيه، بنسميه الراوتر اي دي. اذا كل راوتر شغال او اس بي اف لازم يبقى له رقم بيميزه عن باقي الراوترات اللي شغاله او اس بي اف، وبيقدر يعرف نفسه لباقي الراوترات اللي شغاله او اس بي اف بالرقم ده، وده بنسميه الراوتر اي دي. طيب الراوتر اي دي ده عباره عن ايه؟ حقيقه الراوتر اي دي هو عباره عن رقم مكون من 32 بت. طيب ده ما تفكرناش بحاجه، ال 32 بت الاي بي فيرجن 4 الاي بي هات، فعلا الاي بي ادرس بتبقى 32 بت برضه. في الحقيقه ان الراوتر اي دي بتاع اي راوتر شغال او اس بي اف بيبقى اعلى رقم اي بي انت مديه للانترفيس. يعني انا سي ان انا عندي اتنين فاست ايثرنت، واحد 00 واخد 10.001 والتاني فاست ايثرنت 01 واخد 11.001، مين الاعلى؟ 11.001. الرقم ده غير ان هو اي بي لهذا الانترفيس هيتم استخدامه كرقم، مجرد رقم بقى مش كاي بي ادرس، مجرد رقم بيميز هذا الراوتر قدام باقي الراوترات اللي شغاله او اس بي اف. رقمه كام؟ انا رقمي 11.001. وصلتنا. طبعا لو الانترفيس ده حصل له شت داون او وقع، ايه اللي هيحصل؟ هنحتاج نعمل ايه؟ هيبص على تاني اعلى رقم اللي هو مثلا 10.001 ويعتبره هو الراوتر اي دي. ولكن دي هتبقى يعني هتمثل مشكله، فكره ان الراوتر اي دي يتغير وفكره ان انا اعتمد على الانترفيسز الفيزيكال الحقيقيه الموجوده عندي في الراوتر، في ان انا اختار يعني يبقى اعلى اي بي فيها هو الراوتر اي دي. دي بتبقى مشكله شويه. بتبقى مشكلة ليه؟ بتبقى مشكلة لان يا جماعة لو انا عندي شبكة فيها خمس راوترات او اس بي اف، لازم نبقى عارفين ان علشان الخمس راوترات دي تبقى شغالة كويس وشغالة تمام، لازم يكلموا بعض ببروتوكول الاو اس بي اف، وبعد ما ينهوا كلامهم مع بعض لازم اوصل لحالة، الحالة دي هي ان كل التوبولوجي تيبل اللي موجوده في الخمس راوترات او بمعنى اخر كل اللينك ستيت داتابيز او ال اس دي بي تبقى واحده. يعني ال اس دي بي اللي على الراوتر ده هي نفسها اللي على الراوتر ده هي اللي نفسها ايدنتيكال. طبعا بما فيها ده بيشمل ايه؟ يعني هو في النيبر تيبل بيميز الجيران بايه؟ بالراوتر اي دي بالرقم ده. فطبعا الراوتر اي دي هنا لو اتغير هيضطر ان هو يبعت رساله يقول لهم يا جماعه الراوتر اي دي بتاعي اتغير، غيروا بقى في النيبر تيبل بتاعكم، غيروا في التوبولوجي تيبل، مش هنخلص. قال لك طب الحل ايه؟ قال لك والله ممكن نعمل لوب باك انترفيس او انترفيس وهميه على الراوتر. الانترفيس الوهميه ديت ليها اي بي طبعا، هذا الاي بي اوتوماتيك هيتم اعتباره هو الراوتر اي دي. جميل. وممكن على فكره كمان حاجه تانية غير الاثنين دول، ان انا اكتب له بايدي الراوتر اي دي وادي له اي بي انا من عندي. ولكن دايما بنفضل ان احنا نستخدم اللوب باك انترفيس، لان اللوب باك انترفيس على فكره لما هتيجي تكتبه او لما هتيجي تعمله انت بتعمل ايه؟ بتعمل بتقول له والله عندك انترفيس وهمي اسمه لوب باك 0 مثلا، بدل فاست ايثرنت 00 مثلا، هتقول له والله عندي انترفيس وهمي اسمه كذا. الانترفيس ده ملوش وجود، ولكن هو هيستخدمه
وكأنه موجود عنده. يعني الناس اللي اشتغلت، الناس اللي بتشتغل في ام وير والكلام ده يمكن هيحسوا بالكلام ده، الناس اللي اشتغلت على الجي ان اس 3 هيحسوا بالكلام ده. ممكن نعمل لوب باك انترفيس على الديسك توب ونربط البرامج اللي على الديسك توب بالراوترات اللي شغاله على الجي ان اس 3. عموما احنا الكلام ده كله لو ما نعرفوش في النهايه احنا هنفترض حاجه واحده، ان والله اللوب باك انترفيس ده هو كارته، كارته نتورك وهميه هنعملها على الراوتر. الاي بي اللي هنديه لكارته النتورك الوهميه دي هو ده الراوتر اي دي. طب ايه الميزه يعني؟ هقول لك والله ما هو لو الانترفيس الحقيقي اللي هو 00 ده وقع انا ماليش دعوه بيه، انا مش مستخدم الاي بي بتاعه. 01 وقع برضو مش مستخدم الاي بي بتاعه. الحاله الوحيده اللي تخليني ما اقدرش استخدم هذا الاي بي اللوب باك انترفيس كراوتر اي دي ان الراوتر نفسه يتقفل، يتعمل له شوت داون، يعني ادوس زرار اون اوف. دي يعني كانت فكره اساسيه ومهمه جدا. الفكره المهمه برضو اللي احنا لازم عارفينها، ان احنا لما بنيجي نشغل البروتوكول الاو اس بي اف لازم تكون الانترفيسز عندك معمول لها نو شت داون وواخده اي بيهات، يعني علشان ما تطلع لكش رساله يقول لك والله انا كاو اس بي اف ما اقدرش اشتغل لما يبقى الانترفيسز اب. هو قصده ايه؟ قصده شغل لي الانترفيسز اديها اي بيهات وبعد كده تعالى قول لي بقى يلا نشغل الراوتر او اس بي اف ونشغل الاو اس بي اف بروتوكول ونبدا نحط الكونفيجريشن اللي هنعرفه كمان شويه. الجزئيه الثانيه برضو في الموضوع هي جزئيه مهمه جدا برضو، جزئيه انا قلتها من شويه اللي هي ايه، ان انت بتقول لي الخمس راوترات اللي في الشبكه عندك لازم يبقوا التوبولوجي تيبل عندهم ايدنتيكال. طيب افرض ان انا عندي 200 راوتر شغال او اس بي اف، يا ترى هياخدوا وقت قد ايه عبال ما يبقى التوبولوجي تيبل بتاعها كل واحد فيهم ايدنتيكال بالتاني؟ ده هيتكلم ده وده هيتكلم ده وده هيتكلم ده، قصه طويله جدا. طب الحل؟ قال لك والله الحل انك انت ال 200 راوتر دول اكيد طبعا في مثلا 50 راوتر شغالين مع بعض بيتعاملوا مع بعض بشكل مكثف، ولكن ما بيتعاملوش مع ال 150 راوتر التانيين الا في حالات بسيطه. هقول لك والله وارد. وال 150 راوتر التانيين فيهم برضه نفس الحاله بالنسبه ل 20 راوتر و 30 راوتر. الله، طب ما تيجي نقسم ال 200 راوتر دول لعده شبكات شغاله الراوترات دي شغاله باو اس بي اف. وهنا مش هنقول بقى هنقسمهم لعده شبكات، لا ده احنا هنقول احنا هنشتغل على مستوى الاريا. يعني ايه على مستوى الاريا؟ يعني ان انا يبقى عندي مجموعة راوترات شغالة في اريا مثلا هنسميها اريا واحد، مجموعة راوترات تانية شغالة في اريا تانية هنسميها اريا زيرو وهكذا. طيب عشان نقدر نفهم القصة دي اكتر اعتقد الافضل ان احنا نشوفها في الرسم. طيب لو جينا نبص هنا هنلاقي عندنا نموذج مبسط جدا، هنلاقي ان انا عندي مجموعه راوترات. لاحظوا معايا احنا هنا مقسمين الراوترات ل 3 اريا. اريا زيرو دي دايما الاريا اللي بتبقى مجمعه او هي حلقه الوصل ما بين كل الاريات الاخرى. كل اريا زي اريا 1 او اريا 2، وبالمناسبه انت اللي بترقم الاريا ديت، فانت ممكن ترقم من 0 لحد 4 مليار وشويه، 4 مليار وحاجه الحقيقه، يعني 2 اس 32 شوف هيدوك حوالي 4 مليار وشويه. الحقيقه الاريا زي اريا واحد مثلا هيبقى فيها مجموعه راوترات، هنا احنا طبعا في المثال ده فيها راوتر واحد وفيها راوتر تاني برضو متصل باريا 0 واريا 1، متصل بالاثنين. متصل بالاثنين ازاي؟ عنده انترفيس متصله باريا 1 تمام براوتر في اريا 1 وعنده انترفيس متصله براوتر في اريا 0 واضحه. في اريا 2 نفس الحكايه، في راوتر في النص مربوط وعنده انترفيس مربوطه باريا 2 وعنده انترفيس مربوطه باريا 0. الحقيقه الراوتر اللي مش مربوط غير في اريا واحده زي الراوتر اللي جوه اريا 2 دوت او اللي موجود في اريا 1 ده بنسميه انترنال راوتر. اما الراوتر اللي ما بين الاثنين ما بين اريا 0 وما بين اريا 2 ده بنسميه اريا بوردر راوتر او اي بي ار. خد بالنا جدا من النقطه.
الراوتر اللي هو متصل ب اتنين اريا او اكتر ده بنسميه اي بي ار. طبعا الراوتر اللي في اريا زيرو اللي هي حلقة الوصل ما بين التو اريا، لو جينا نبص عليه هنلاقي ان هو انترنال راوتر متصل ب اتنين انترفيس، واحد براوتر واحد براوتر، ولكن هو الاتنين انترفيس بتوعه مرتبطين باريا زيرو. احنا بنسميه هنا انترنال راوتر او باك بون راوتر، على فكرة ان الاريا زيرو ساعات بنسميها الباك بون راوتر او همزة الوصل اللي ما بين اللي بتوصل الراوترات والاريات كلها ببعض. طبعا كل مجموعة راوترات في اريا محتاجة ان التوبولوجي تيبل بتاعها يبقى واحد، ولكن لو عندي راوتر تاني مثلا في راوترات في اريا زيرو مش محتاجة ان هي تعرف التوبولوجي تيبل اللي موجود في اريا 1 ولا ان هي تبقى ايدنتيكال بيه. تمام؟ ليه؟ لان اللي هيقوم بالايصال ما بين التو اريا هيبقى الاي بي ار. وطبعا هنا حلينا مشكله ان الكل لو عندي بقى 200 راوتر متوزعين على 3 اريا مش محتاج سوري موجودين في اريا واحده، مش محتاج ان انا هحتاج بقى ان انا اقسمهم لثلاثه اريا، ومش محتاج بعد كده ان انا افكر في موضوع ان لازم الويج تيبل بتاعته تبقى واحده. القصه بس الاخيره اللي عايز اقولها ان احيانا الراوتر اللي في اريا زيرو ده مثلا واللي هو متصل بالراوترين اللي هم على اليمين وعلى الشمال اللي هو الراوتر اللي تحت كلمة اريا زيرو ده كان ممكن يبقى متصل براوتر اخر في اتونومس سيستم تانية. فاكرين الاتونومس سيستم من الفيديو اللي فات؟ زي قلنا مثلا لينك ايجيبت بشبكاتها بالعملاء بتوعها او تي داتا او اتصالات مثلا بشبكاتها بالعملاء بتوعها بالكلام ده، دول كلهم اتونومس سيستم واحدة. تخيل ان الراوتر ده متصل باتونومس سيستم تاني، متصل مثلا بشبكة رايا مثلا. اوكي، هنا الراوتر ده هيبقى له اسم هنسميه اتونومس سيستم بوردر راوتر او اي اس بي ار. تمام؟ يعني معناها راوتر موجود في اريا عنده انترفيسز مربوطة بالاريا بتاعته ديت، وعنده انترفيس تاني بيصل او متصل ب راوتر في اتونومس سيستم اخرى باريا اخرى تماما وهكذا. طيب واضح ان التقسيمه بتاعت الاريا هتبقى مفيده. ايه تاني محتاجين نعرفه عن الاو اس بي اف؟ في كلام كتير لسه في الاو اس بي اف، عشان كده ده من الفيديوهات اللي انا مرشح ان احنا نتفرج عليها مرتين وثلاثه علشان تقدروا تستوعبوا الموضوع. وطبعا في النهايه انا يعني دايما بقول للناس يا جماعة بعد ما الفيديوهات بغض النظر كانت أجنبي أو عربي هدفها في النهاية تبسيط المعلومة اللي موجودة في الكتاب. لازم بعد ما بنتفرج على الفيديوهات نروح نفتح الكتاب ونقرأ كويس اللي موجود فيه، بغض النظر كان الفيديو لغته إيه أو إنتاجه منين. إن في النهاية ودي عن خبرة أنت بتتفرج على الفيديو عشان تسهل فكرك تفهم الكونسبتس، ولكن ممكن يبقى في ديتيلز اكتر موجوده طبعا في الكتاب. ان شاء الله احنا بنغطي طبعا جزء كبير جدا، ولكن انا برضو ستيل ما افضل ادي النصيحه بتاعتي. الحقيقه الفكره الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها هي فكره ايه هو المتريك بقى بتاع الاو اس بي اف. هقول لك والله المتريك بتاع الاو اس بي اف حاجه بنسميها الكوست، يعني حاجه بنسميها الكوست. طب الكوست ده عباره عن ايه؟ هقول لك الكوست ده عباره عن 10 اس 8 على الباند ويدث يعني بالبيتس بير سكند. طيب الاو اس بي اف المتريك بتاعه بالشكل ده، طب يا ترى يعني لو جينا نبص عليها نشوفها مثلا كده بتتحسب ازاي، هتطلع معانا بانهي شكل؟ خلينا نشوف. خلينا نفترض ان انا عندي بس جدول، خلينا نفترض ان انا عندي خط 56 كيلو بت
لو 10 أس 8، 10 أس 8 يعني 10 معاها جنبيها 8 أصفار، هتديني كام؟ هتديني بالظبط، ما ناخدش يعني الكسور كلها اللي بعد كده، هتديني 1.7، 8.5. ده كده الكوست، ده الاو اس بي اف كوست بتاع خط شغال بهذه السرعه او مسار شغال بهذه السرعه. طيب لو كانت 64، طبعا برضو هنقسم على 10، 10 اس 8 هنقسمها عليهم، هتديني 1، الكوست بتاعها هيبقى 5 6. لو شغال بخط تي 1 مثلا اللي هو بتاع امريكا، وده كانوا بيستخدموه زمان، ده بقى بديل ليه دلوقتي الدي اس ال، احد انواع الدي اس ال. خلينا نقول مثلا قسمناه هيطلع بالظبط 64 الكوست بتاعه. لاحظ كل ما السرعه بتعلى كل ما الكوست رقمه بيقل، اذا اقل كوست هو الافضل، هو اللي سرعته اعلى. المهم بعد كده في الاي 1 بتاعه، كان اللي هو بديل التي 1 او نموذج للتي 1، ولكن كان مستخدم في اوروبا، كان 2 ميجا وشويه، كان حوالي 84 التي 1، الاي 1 سوري. بعد كده، وهنا دي نقطه مهمه جدا انا عايز اتكلم فيها، لان دي انت وارد ان احنا نشوفها اكتر. لو انا عندي شبكه ايثرنت يعني شغاله 10 ميجا بير سكند، هتبقى الكوست بتاعها 10. لو فاست ايثرنت هتبقى الكوست بتاعها 1. لو جيجا ايثرنت اللي هي 1000 يعني، هتبقى الكوست بتاعها 1. هنا هنقف بقى واحده ودقيقه واحده ونقول ايه، ونقول طب انت ازاي بتحسب، يعني ازاي بتقول لي 10 اس 8 على السرعه وحاجه زي الفاست والجيجا؟ ما دي مختلفه، الفاست 100 ميجا بير سكند والجيجا 1000 جيجا بير سكند. ليه النتيجه واحده؟ انا مش هتطلع معايا النتيجه واحده، حتى لو عملتهم دلوقتي مسكت الموبايل بتاعي او السيلفون وعملت كده مش هتطلع معايا النتيجه واحده. اقول لك الحقيقه، يعني هو في شرط ان المتريك او الكوست، المتريك بتاعت الاو اس بي اف اللي هي الاو اس بي اف كوست، ما ينفعش تقل عن 1. هي دي الفكره، يعني ما ينفعش تقل عن رقم 1. فبالتالي انا معرض ان انا يبقى عندي خط فاست ايثرنت وخط جيجا ايثرنت، الاثنين الكوست بتاعهم 1. وهنا بقى بنضطر ان احنا نعدل في القيمه بتاعت الكوست بتاع مثلا الفاست ايثرنت، خليه يبقى 2 علشان انا عايز اشتغل بخط الجيجا، ويبقى الراوتر بيفضل خط الجيجا عشان المتريك بتاعه اقل، ده 1 وده 2. هي دي الفكره، فنخلي بالنا منها بشكل مهم جدا. ما زال الكلام عن ما زال الكلام عن ال او اس بي اف، يعني دي انا الامر لسه ما وصلناش. ما زال الكلام عن ال او اس بي اف كتير جدا. دلوقتي عايزين نتكلم على حاجه تانية مهمه جدا في الاو اس بي اف، مطلوب ان احنا نبقى عارفين حاجه بنسميها الاو اس بي اف توبولوجيز. ايه هي الاو اس بي اف توبولوجيز؟ او ايه هو؟ طبعا توبولوجي يعني الرسم، يعني انت انا مثلا رسم لك اربع شبكات جنب بعض مثلا، ده كده مربوطين بايه ومعمولين بايه، ده كده ده التوبولوجي. فاحنا عايزين نشوف التوبولوجي ايه اللي موجوده عندنا في الاو اس بي. هقول لك والله لو في راوتر متصل براوتر دايركت والاثنين شغالين او اس بي، متصلين دايركت بكابل فاست ايثرنت جيجا ايثرنت فايبر سيريال وات ايفر، في الحاله دي بنسمي التوبولوجي دي بوينت تو بوينت، وده اول نوع من التوبولوجيز اللي ممكن نلاقي فيها شبكات الاو اس بي اف متصله ببعض. الحقيقه توبولوجي زي دي لو طريق متصل مباشره ببعض، الاو اس بي اف زي الريب زي اي واحد من الراوتر بتقول له هالو تايمر ولو ديد تايمر، فاكرينه طبعا من الفيديو اللي فات، الهالو بتاعه بيبقى 10 ثواني، الديد بيبقى 4 مزد او بيساوي 40 ثانية، يعني هعتبر اللي قدامي ده ديد بعد 40 ثانية لو ما ردش على 4. طيب ده أول نوع من التوبولوجي. التوبولوجي الثانية بنسميها البرودكاست مالتي أكسس، والـ
بودكاست مالتي اكسس الحقيقة لو عايزين نشوف نموذج ليها، هقول لك والله عندي راوترين، 3 راوترات مثلا مربوطين مع بعض من خلال مثلا سويتش، يعني بيربط ما بينهم سويتش، في سويتش هو اللي بيربط هذه الراوترات، 3 راوترات مع بعض، يبقى دي كده برودكاست مالتي اكسس، ده نوع التوبولوجي بتاعتنا. الهالو 10 برضو، الديد 40 برضو، دي شايف شكل. طيب نيجي نيجي للنوع الثالث، راوتر متصل براوتر او راوتر او راوترين كمان من خلال، دايما بنحط غيمه كده ما بين ال3 راوترات كده بتربطهم، بنسميها الكلاود، دي بنسميها غيمه مثلا الفريم ريلي هنا في المثال بتاعنا. طيب ايه الفكره؟ ايه الفريم ريلي؟ ايه الغيمه؟ ايه القصه دي؟ هقول لك اوكي هنشرحها دلوقتي، بس خلينا نقول النوع ده بنسميه ايه؟ النوع ده بنسميه نون برودكاست. المصطلح دايما هيبقى هو الشائع معانا فيما بعد في دراستنا بعد كده للـ OSPF، الـ OSPF في دراسات أوسع من كده، والنوع ده بيبقى له أكتر من مود كمان، حوالي 5 مود. هنا الفكرة بكل بساطة إن أنا هيبقى عندي 3 راوترات، كل راوتر سي إن هو متصل أو موجود في مدينة، وال3 راوترات دول مربوطين بوان تكنولوجي، احنا لسه ما خدناش طبعا، ما اتكلمناش على الوان ولا خدنا الوان لسه، دي من المواضيع اللي بنختم بيها الكورس بتاعنا في الفيديوهات في اخر الفيديوهات على الفيديو 19 او حاجه زي كده. الفكره بس اللي انا عايز اقولها ان مجموعه الراوترات متصله ببعض عن طريق سيرفيس بروفايدر، هو بيوفر ايصال او ربط هذه الفروع مع بعض من خلال بروتوكولات وان، يعني بروتوكولات وان زي الفريم ريلي كمثال عندنا هنا انا مستخدم. الحقيقه هذه النوعيه من الشبكات باي ديفولت هي ما بتدعمش البرودكاست، ولكن احنا ممكن نحل القصه دي بمجموعه من الاوامر، عشان كده جت كلمه نون برودكاست مالتي اكسس. طبعا لوجود الراوترات دي في بعد حتى جغرافي، و الغيمه اللي احنا بنرسمها دايما الكلاود اللي احنا بنرسمها دي معناها ان انت البيانات بتاعتك هتعدي على شبكه قد تكون كبيره جدا 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 او تكون صغيره جدا، ولكن هي في النهايه شبكه خارجه عن نطاق سلطتي والكنترول بتاعي. دي ده فكر الكلاود على فكره، او ده فكر الغيمه اللي احنا ساعات بنشوفه كتير، يعني بدا دلوقتي يبقى مصطلح الكلاود كومبيوتنج يبقى موجود، وشويه في حاجات تانية كتير بقت موجوده دلوقتي في الفترة الحالية في أواخر 2008 كمان ظاهرة معانا جدا. الفكرة الحقيقية اللي هنا أنا عايز أقولها أو اللي عايز أنبه عليها، إن إحنا هنا بما إن البيانات هتعدي على شبكة خارجة عن سيطرتي، دي خاصة بالسيرفيس بروفايدر والتيريك وهيئة الاتصالات والكلام ده، عرضة إن يحصل فيه تباطؤ معين. طب التباطؤ اللي هيحصل في البيانات ده ده وارد، مش يعني ممكن يحصل في لحظه معينه ان البيانات تبقى بطيئه في نقلها. طيب انا لو ببعت كراوتر لراوتر اخر هالو مسج 10 ثواني هتبقى مش ده الوقت الكافي ان انا الحق ارد عليك. يعني انت المفروض بتبعت هالو مسج بتستنى 10 ثواني، اثناء ال 10 ثواني دي المفروض ارد عليك، لو ما ردتش هتتحسب عليا واحده مسج. طيب لذلك في النون برودكاست مالتي اكسس او الام بي ام اي الهالو بيبقى 30 ثانية والديد بيبقى 120 ثانية. دي كانت فكرة بسيطة عن الـ OSPF topologies. طبعا مازال حديثنا عن OSPF ما انتهاش، لسه قدامنا نقطتين كمان هنتكلم فيهم الحقيقه عن الـ OSPF حتى نقدر ان احنا نقول يلا بينا بقى نروح للكونفيجريشن. دي المشكله ان احنا هيبقى في كونسبت كتيره بنعرفها الاول قبل ما نروح للكونفيجريشن.
الكونسبت التاني اللي يعني انا قلت فاضل لنا دلوقتي تو كونسبت. الفكره الاولانيه اللي عايزين نتكلم فيها دلوقتي فكره مهمه جدا. لاحظوا معايا، ادي راوتر متصل براوتر، وهذا الراوتر متصل بسويتش اللي بدوره متصل بعدة راوترات، زي ان هو متصل ب زي ان هو متصل ب خلينا نقول متصل بثلاث راوترات كمان. يعني حتى يمكن رسمة جميلة زي دي فيها راوتر هنا وراوتر تاني، ثم الراوتر التاني ده متصل بسويتش فيه تلات راوترات. فكرة زي دي خليني نتكلم فيها، ننزلها كده تحت. فوكس معايا على الموضوع. الفكرة دلوقتي عندي ادي راوتر وادي راوتر. الحقيقة لو اللينك اللي ما بين الراوتر ده والراوتر ده وقع، يعني خلينا نقول ان الراوتر ده بقى ملوش وجود، فاللينك وقع، هو المفروض ان الراوتر ده بقى هيبلغ عن طريق السويتش، هيروح يبلغ الثلاثة راوتر يقول لهم يا جماعة خلي بالكم في شبكة اختفت عندي أو مش موجود. الحقيقة إن كل راوتر من التلاتة راوتر دول بيبقى قلبه على التاني شوية، فهيعمل إيه؟ يستلم البيانات دي يقول طب أنا لازم أبلغ الاتنين التانيين وأبلغ الناس اللي معايا في السويتش اللي مربوطين من عندي في السويتش. بالمناسبة التوبولوجي اللي كنت راسمها دي عبارة عن تو توبولوجي، بوينت تو بوينت ما بين الراوترين اللي على الشمال، و مالتي برودكاست مالتي أكسس، مالتي أكسس برودكاست اللي هو السويتش والتلاتة راوتر. طبعا هنا الراوتر الاولاني هيروح يبلغ، فهيبلغ الباقيين. طب ما هم عارفين اوريدي، احنا كده بنضيع وقت وبنضيع باندويدز وبنضيع حاجات كتير. فقال لك طب الحل ايه؟ قال لك والله المفروض يبقى في راوتر من الاربعه راوتر اللي متصلين بالسويتش، او عندي ثلاثه على اليمين وواحد على الشمال، لازم يبقى في واحد فيهم مسؤول عن ان هو لما يحصل تغير في الشبكه الراوتر اللي يحس بالتغير ده يروح يبلغ هذا الراوتر، وهذا الراوتر هنسميه ديسكنيتد راوتر او دي ار. والمفروض ان يبقى في راوتر اخر احتياطي لو الراوتر الدي ار ده وقع، هنسميه باك اب ديسكنيتد راوتر او بي دي ار. طيب ايه اللي هيحصل لما في حاله التغيير ده التشينج اللي حصل والراوتر اللي اختفى على الشمال دوت وكان عندنا دي ار وبي دي ار، كان ايه اللي هيحصل؟ الراوتر اللي كان متصل بالراوتر الراوتر اللي على الشمال اللي كان متصل بالراوتر اللي وقع هيروح يبلغ الدي ار يقول له والله حصل عندي التغيير الفلاني. الدي ار هيروح يبلغ البي دي ار ويبلغ باقي الراوترات التانية يقول لهم يا جماعه خلي بالكم احنا حصل عندنا تغيير في الشبكه. الفكره هنا ان الراوترات لما هتستلم البيانات من الدي ار تمام هتبقى عارفه ان الـ ان الـ ان الـ ان التغير او التشينج اللي حصل ده واللي بيبلغها بيه الدي ار، الدي ار بدوره راح بلغ بيه باقي الراوترات الاخرى لان دي وظيفته. الباك اب دي ار هو مجرد باك اب، يعني في حاله وقع الدي ار عن عمل. طيب سؤال بيفرض نفسه، يعني انت كتبت الدي ار والبي دي ار، طب انا على اي اساس ده بقى الدي ار وده البي دي ار؟ هقول لك هو اول راوترين فتحناهم واحنا بنوصل السويتشات واحد فيهم افترض نفسه الدي ار والبي دي ار. بكل البساطه دي بكل البساطه دي. طب انا مش عايز كده. طب خلاص كل راوتر من دول متصل بالانترفيس بتاعه بالسويتش صح، هروح لكل راوتر على الانترفيس بتاعه وادي رقم، الرقم ده من 0 ل 255، يعني زي مثلا حاجه عند الراوتر ده واقول الانترفيس اللي هو متصل بالسويتش ده الرقم بتاعه 40، اجي للي هنا ده واقول الرقم بتاعه مثلا 120، الراوتر اللي تحت ده اديله 0. طب ايه الارقام اللي انت بتحطها دي؟ دي بنسميها البايوريتي او الانترفيس بايوريتي.
انا اديت للانترفيس دوت بيولوجي معين. طيب الارقام دي اللي هي من 0 ل 255 هتفيدنا في ايه؟ هقول لك والله دلوقتي نعمل ريستارت للاو اس بي اف كبروتوكول اللي هنشوفه في الاوامر بتاعته، او نقفل الراوترات ونفتحها تاني. هيحصل انتخاب او الكشن ما بين هذه الراوترات عشان ينتخبوا مين الدي ار ومين البي دي ار. الحقيقه الرقم الاعلى هو اللي بيكسب، فبالتالي الراوتر اللي عندي هنا ده هيبقى هو الدي ار عشان ده 120. طيب والراوتر اللي فوق ده هنا ده هو اللي هيبقى البي دي ار او الباك اب سكرين. طيب الراوتر اللي تحت لا ده خلاص مش هيبقى دي ار، ده صفر اقل رقم. وهو الحقيقه يعني لو احنا عايزين نتكلم بصراحه الراوتر اللي تحت ده هو اوريدي ما دخلش في الانتخابات. ليه؟ عشان هو الدينامو بايوريتي بتاعته زيرو. اذا الانترفيس اللي انا مش عايز ادخله في الانتخابات حد له زيرو، معلومه مهمه. ممكن يكون ده مش عيب في الراوتر، يعني مش يعني الراوتر ده لا يعيبه شيء، بالعكس الراوتر ده اللي انا اديته بايوريتي زيرو ممكن يكون مشغول بحاجات اهم وبيعمل حاجات اهم، فمش عايز اشغله ان هو لما يحصل تغير في الشبكه الراوتر اللي يحس انه يجي يبلغني عشان انا اروح ابلغ باقي الراوترات. طب انا على من ده بيه، انا ورايا شغل اهم، فبدي له زيرو. الموضوع بقى لذيذ وبسيط ومفيش اي حاجه زي ما احنا شايفين. طبعا يعني نقف في لحظه هنا ونقول ازاي نكونفجر الاو اس بي اف، ازاي نخلي عندي لوب باك انترفيس عشان الراوتر اي دي، ازاي نحط البايوريتي، كل الحاجات دي هنشوفها كمان شويه في الكونفجريشن. معلومه قبل اخيره قبل ما نخش على الكونفجريشن، الاو اس بي اف بيستخدم المالتي كاست ادرس زي الريب. حقيقه هنا لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، الراوترات اللي شغاله او اس بي اف دايما بتكلم بعض على 224.005 مالتي كاست ادرس. ولكن لو الراوترات الدي ار والاو اس بي اف اللي شغاله دي ار او بي دي ار عايزه تتكلم عايزه تتكلم مع الراوترات العاديه، عايزه تتكلم مع الدي ار والبي دي ار، هنديهم 224.006. يعني يعني لو انا عندي راوترات او اس بي اف بتكلم بعض هيستخدموا 224.005. لو عندي حتى خلينا نقول ايه نرسم كده سهل بحيث نبقى عارفين دول بيتكلموا بعض، ده بيتكلم ده وده بيتكلم ده. طيب لو عندي دي ار ديزيجنيتد راوتر او بي دي ار، والدي ار او البي دي ار بيكلم الراوترات فهيتكلم معاهم برضو على 224.005. طيب او بيبعت لهم حاجه بيقول لهم والله التغير الفلاني حصل او الكلام. طب لو انا راوتر حسيت بتغير بتشينج في حاجه معينه وعايز اروح ابلغ الدي ار او البي دي ار علشان يروح يبلغ الباقيين، يبقى هبعت له المعلومه دي على 224.006. اظن واضح. اخيرا وقبل ما نخش على الكونفجريشن عايزين نتكلم على الهالو مسج اللي موجوده واللي بتتبعت حتى اول ما الاو اس بي اف يشتغل كبروتوكول، في هالو مسج بتتبعت فعايزين نتكلم عليها. بالنسبه للهالو مسج، الهالو مسج بيبقى فيها عده اشياء الحقيقه. انا كراوتر او اس بي اف ببعت لي راوتر اخر هالو مسج، فانا ببعت له فيها الراوتر اي دي بتاعي ده اولا، اتنين النيبرز اللي انا عارفهم مين، مين جيراني، مين الراوترات اللي انا كونكتد دايركتلي بيها. مبعت الدي ار والبي دي ار ادرس لو انا عارفهم. مبعت البايوريتي بتاعت الانترفيس اللي انا مكلم بيها الراوتر الاخر. مبعت الاريا اي دي انا في انهي اريا، في اريا 1 اريا 2.
ببعت الاثنتيكيشن باسورد، باسورد بتدل لو احنا عاملين اثنتيكيشن، لو احنا عاملين باسورد. ببعت ستوب اريا فلاجز لو انا في اريا ستوب ما عندهاش غير راوتر واحد هو اللي بيوصلها باريا اخرى. الحقيقه انا كراوتر اخر طبعا ببعت كمان الهالو والديد تايمر اللي انا متفق فيهم مع او في شغلي، يعني انا مثلا في اني توبولوجي انا شغال مثلا 10:40 فببعت اقول له والله انا الهالو بتاعتي 10 والديد بتاعتي 40. الراوتر الاخر قبل ما يرد عليا الهالو مسج اخرى فيها النيبرز اللي هو عارفهم وفيها الراوتر اي دي بتاعه، هيبعت لي، هيتاكد من حاجه مهمه قوي قبل ما يبعت لي الكلام ده. هيتاكد من واحد هم ثلاث حاجات الحقيقه، هيبعت لي هيتاكد من حاجه، هيتاكد من ان الهالو والديد اللي هو شغال عليهم هو نفسهم اللي انا شغال عليه معاهم فيه. يعني انا لو شغال 10:40 الهالو والديد هو لازم يبقى شغال 10:40 ولا هيرفض التعامل معايا. اثنين الباسورد لازم تبقى واحده زي ما اتفقنا ايدنتيكال. اثنين الاريا اي دي اللي احنا فيها لازم ابقى انا في نفس الاريا بتاعت الراوتر اللي بيكلمني، انا في اريا واحد يبقى انت برضو لازم تبقى في اريا واحد. دي كانت مهمه جدا احنا نبقى عارفينها قبل ما نبدا نتعامل مع الموضوع من ناحيه الكونفيجريشن. هنا في اللاب ده اللي عندنا الحقيقه انا عندي عندي 7 راوترات. السبع راوترات دول في 3 راوترات اللي هم على اليمين دول متصلين باريا 1، عندي 3 راوترات تانيين مربوطين في اريا 2، عندي راوتر من الثلاثه اللي في اريا 2 عنده انترفيس متصله براوتر 7 اللي في اريا 0، وعندي في الراوتر ده برضه عنده انترفيس متصله براوتر الفول في اريا 0. الحقيقه لو جيت اعمل الكونفيجريشن بتاع هذه الراوترات حاجه اشوف مثلا، خلينا نشوف احنا هنا اللاب ده نصه معمول، يعني النص اللي على الشمال احنا منتهين منه، خلينا نشوف النص الثاني ده هيتعمل ازاي. هنا عندي الراوتر ده الانترفيس 01 اللي متصل بالراوتر اللي في اريا 1 ده 01 110 002. طيب يبقى انا المفروض ان انا اروح للراوتر دوت الانترفيس 00 اللي متصل هنا بالراوتر دوت يبقى 110 001. هو الكونفيجريشن بتاعه معمول، مش عارف معمول ليه، خلينا نشوف. هنا محتاج يتعمل له ريلود، انا كنت مسحته هي عبال ما يعمل ريلود. خليني اوريكم انت بتمسح ازاي. لو انت عايز تمسح الستارت مثلا فايل تبقى فرصه، لو انا عايز امسح الستارت فايل بقول له اريز وستارت ستارت اب كونفيجريشن، هيقول لي اريزنج الان في نام فايل اقول له امسح كل حاجه. بالمناسبه كمان لو انت عايز تمسح حاجه معينه في الفلاشه ف بنقول له ديليت فلاش ونكتب اسم الاي او اس مثلا او الحاجه اللي انا عايز امسحها من الفلاشه دي، الطريقتين اللي بنمسح بيها. المهم انا الحقيقه بعد ما عملت له ريلود هو قطع بقى خلاص لان انا كنت ماسح الستارت. طبعا انت لما بتمسح الستارت ستيل الران اللي انت شغال بيه ما هو في بيانات، البيانات شغاله فيه، فانت لازم يعني تمسح، يعني بعد ما تمسح الستارت لو انت عايز تفكت الموضوع لازم تعمل ستارت للراوتر لان هيكون اوريدي شغال هو بران فيه معلومات كونفيجريشن قديمه واخدها من الستارت القديم. انا هنا هكونفيجر طبعا للانترفيس. خليني الاول اشوف، نقول له config t ونيجي للانترفيس fast ethernet. طبعا احنا اتفقنا ان fast ethernet هنا ده كان كام، ده 00 هو هيتصل هنا ب 01 احنا كنا عاملين له configuration 01 110. طيب يبقى 110
فيس فاست ايثرنت 00 اي بي ادرس 110.001 255 3 اصفار اوكي نو شت داون و اكزيت. عندنا بعد كده اتنين انترفيس تانيين، واحد عنده انترفيس متصل براوتر 10 وراوتر 9. تصنيفنا للاريا لسه ما اتعملش دلوقتي، هوريه لكم دلوقتي هيشتغل ازاي، ولكن خلينا نشوف الانترفيس ده 01. طيب ممكن نقول له انترفيس 01 خليه متصل ب، نديله اي بي ادرس مثلا 100 خلينا 80 80 نو شت داون، نغير كده شوية 80.001. طيب هنا الراوتر ده محتاجين نروح بقى للانترفيس بتاعه اللي هو راوتر 10 ونديله اي بي ادرس. طبعا ده خلينا نقول له برضو ريلود عشان احنا كنا ماسحين الستارت فايل بتاعه، وعبال ما يخلص اختصارا للوقت هو خلاص خلص اهو نو انتر اينا كونفكتي ثم انترفيس فاست ايثرنت 00 ونديله اي بي ادرس 80.002 مثلا ونو شت داون. هو ممكن نعمل له نو شت داون بس نتأكد برضه نو شت داون. اوكي فاضل بقى عندي الانترفيس دوت بتاع راوتر 8 في اتصاله مع راوتر 9. خليني اظبط الاول الانترفيس بتاع راوتر 8، هنقول له اكزيت وانترفيس 0 ايثرنت 10 او مش فاست ايثرنت ده انترفيس ايثرنت 10 اي بي ادرس خلينا نديله 81 مثلا 001 يمكن شبكة 80 ده شبكة 81 55 3 اصفار نو شت داون. نروح ل خلاص مش عايزين حاجه الراوتر 10 لما عملنا على الراوتر 8. هنا الراوتر 9 هنحتاج نعمل له ريلود لان انا كنت ماسح ريز الستارت فايل القديم اللي كان عليه. هقول له هنا ممكن نجيب ريلود على طول اوكي ريلود. محتاجين ان احنا نربط الانترفيس بتاعه بشبكة بقى 81 بحيث تبقى الدنيا عندي ماشية تمام، ولكن انا عندي راوتر 8 راوتر 10 راوتر 9 لسه ما يعرفوش ان هم في اريا اسمها اريا 1 ما اشتغلش عليهم الـ OSPF راوتر، وراوتر 8 كـ ABR واضح ان هو متصل باريا 1 واضح من هنا ان هو متصل باريا 0. فانا محتاج ان انا يعني افهمه ان الانترفيس ده متصل بالاريا دي والانترفيس ده متصل بالاريا دي، وبعد كده بقى نتفرج نعمل شويه اي بي راوت ونتفرج الدنيا مشيت ازاي. نقول بس الراوتر 9 نديله الاي بي بتاعه ونقول انترفيس فاست ايثرنت 00 اي بي ادرس
اتفقنا انت 81 كام 00 2 والسبميت ماسك 255 3 اصفار ونو شت داون. تمام حلو جدا. انا كده الايبهات جاهزه عندي. هو طبعا له شبكه تانيه متصله هنا بالسويتش، خلينا نديها له، خلينا نديها له عشان نبقى ايه عملنا اللي علينا. نقول له انترفيس 01 اي بي ادرس، ممكن نغير الاي بي ادرس، خليه مثلا 3.8. اوكي مش مشكلة. اوكي مش 3.8. الفكرة دلوقتي ان انا عايز بقى اكونفيجر راوتر 10 وراوتر 9 بحيث يبقوا عارفين ان هما متصلين ب او شغال عليهم راوتر او اس بي. طيب دلوقتي عايز بس اتاكد ان نو شت داون المفروض 01 يبقى شغال معانا. هو مني امر انه شت داون مش عارف ليه. طيب كده خلينا الاول نروح على الراوتر 10 ده نشغل عليه الاو اس بي اف، وما ننساش ان هو في اريا رقمها 1. هقول له ايه؟ هكتب كالتالي، هقول له الراوتر او اس بي اف واي رقم يتحط من 1 لغاية 65535 زي مثلا او اس بي اف 1. ايه الرقم ده؟ الرقم ده بنسميه الاو اس بي اف بروسيس اي دي، يعني البروسيسور بتاع الراوتر لما الاو اس بي اف بيقص حاجة بيقول له انا العمليه رقم 1. تمام انا العمليه رقم 1. يمكن دي تحسوا بيها اكتر لو عملت لي كده، دخلت لي على التاسك مانجر بتاع الويندوز. يمكن اشوف اقولها لكم هنا، ادي التاسك مانجر بتاع الويندوز، في هنا بروسيسز وبتديني الحقيقه معلومات كتيره جدا. دي مجموعه البروسيسز مثلا اللي موجوده عندي، من ضمنها ان انا عندي هنا في فيو في سيلكت كولومز في حاجه اسمها بروسيس ايدنتيفاير او بي اي دي. لو قلت اوكي هتلاحظ ان كل فايل عندي هنا انا هنا شغال على فيستا مش فيستا مش اكس بي، هنلاحظ موجوده في اي ويندوز، يعني هتلاحظ ان كل بروسيس ليها اي دي. لما مثلا البروسيس اللي هي الخاصه بالاكسبلورر هنا مثلا واخده 2828 او 2828 كبروسيس اي دي، البروسيسور بتاعي على الجهاز لو جاله طلب من كيان رقمه 2828 اذا هيبدا يشوف هو عايز ايه ويعرف ان هو ده الاكسبلورر. نفس الحكايه خلينا نفترض ان هي دي موجوده عندي في الراوتر، هو عايز يميز الاو اس بي اف فهيقول والله الاو اس بي اف رقمه الاو اس بي اف بروسيس اي دي اللي شغاله عندي على الراوتر دوت، ممكن يبقى في اكتر من واحده، يا ترى دي وده ما يفضلش طبعا، يا ترى دي رقمها كام؟ فبنقول رقمها 1. هل الرقم ده لازم يبقى ايدنتيكال على كل الراوترات؟ لا مش هتفرق خالص، لان ده خاص بالعمل الداخلي للراوتر وبس. طبعا يعني هيفيدك ان انت توحد الارقام علشان ما يبقاش عندك مشاكل وانت بتعمل ترابل شوتينج يعني. طيب عموما بعد كده المفروض بقى ابلغ او اخلي الراوتر ده يبلغ عن الشبكات اللي هو متصل بيها. فهقول نتورك، طبعا هو كان متصل ب يعني نفتكر بس مع بعض كده، كان متصل ب 8080 شبكه 8080 0. هقول له 80000. بعد كده مش هندوس انتر زي الريب، لا هيبقى في حاجتين لازم يتكتبوا. الحاجه الاولانيه بنسميها الوايلد كارد، يمكن هتقابلنا كتير، هنشوفها في موجوده في الانستد اي جي ار بي وموجوده في
موجوده في الاكسس ليست، يمكن هتشرح بالتفصيل في الاكسس ليست، ولكن خلينا نتكلم عليها دلوقتي. الاو اس بي اف دلوقتي لما هيروح يبلغ باقي الراوترات جيرانه يقول لهم على فكره انا النتورك انا متصل بالنتورك 80 3 اصفار، هو هنا هيبقى محتاج ان هو يقول لهم هو متصل بشبكه رقمها كام. هتقولي ما هي باينه قدامي، هقول لك هو مش فاهمها. هتقولي طب نكتب سبنت ماسك، هقول لك هو مش هيرضى ان احنا نكتب سبنت ماسك هنا. هنا اللي هيعوز يكتبه حاجه بنسميها الوايلد كارد، اللي هي عباره عن ايه، انا مين اللي مين الاوكت اللي يهمني من الاربعه دول ان هو يبقى ماتشنج وتمام رقم 80، هكتب بداله صفر، والاوكتات اللي ما تهمنيش احط بدلها 255. وللسهوله وللسهوله، لان ممكن نكون احنا بنعمل طبعا دلوقتي بنكتب وايلد كارد الشبكه معمول لها سبنيتنج تمام، فهتقولي دي تتعمل ازاي بقى. للسهوله هقول حاجه، للسهوله هقول خلينا للسهوله انا هقول ان انا سي ان انا اديتك مثلا قلت لك عندي 255 3 اصفار، دي سبنت ماسك بتاعت النتورك ادرس اللي احنا كنا مدينها من شويه. هقول لك عشان تعرف الوايلد كارد بتاعها اكتب فوقيها 255 255 255 255 واطرح اللي فوق من اللي تحت، هيطلع لي ايه؟ هيطلع عندي 255 ناقص 0 255 ناقص 255 0 255 ناقص 0 255 255 255 نفس الرقم اللي انا كتبته من شويه. طيب لو كان عندي سبنت ماسك زي كده مثلا معمول لها بقى سبنتي بلس ايه زي اللي احنا النتورك ادرس اللي احنا معانا بس معمول لها سبنتي، ممكن الاقي حاجه زي كده. هقول لك برضو اطرح الاربعه 255 منها. لو طرحناهم اللي هيطلع عندي كالتالي 255 ناقص 255 0 255 ناقص 240 15 دوت 255 دوت 255، ويبقى ده الوايلد كارد بتاع هذه السبنت ماسك. الراوتر الاو اس بي اف لما بنيجي نكتبه محتاج وايلد كارد مش محتاج سبنت ماسك. طيب بعد كده المفروض اقول ايه اكمل اقول ايه؟ والله تقول له الاريا اللي انت فيها كام. احنا اتفقنا احنا من كونفيجر راوتر 10، راوتر 10 ده في اريا 1، يبقى هكتب له هنا اريا 1 وشكرا، انا كده خلصت الكونفيجريشن بتاع الراوتر. طيب تعالوا نروح لراوتر 9. راوتر 9 متصل الحقيقه بشبكتين، متصل بال 83 ومتصل بشبكة أخرى. يعني لو عايزين أنا نسيتهم سهل جدا إن أنا أقول له شو أي بي راوت، شوف الشبكات اللي هو متصل بيها، هلاقي هو متصل ب 81 و 83، يبقى أنا اللي محتاج أعلن عنه هو هذه الشبكتين. هو مش معمول لهم سبنيتنج دول سلاش 8، فالعملية هتبقى سهلة. هقول له راوتر او اس بي اف واحد او اثنين براحتك نتورك نتورك ثلاثة واحد وثمانين ثلاث اصفار ثم زيرو اثنين خمسة وخمسين زيرو خمسة وخمسين زيرو خمسة وخمسين نسيت اقول له الاريا، هما في اريا واحد. النتورك الثانية 83 دي هتبقى في اريا واحد برضو. انتهيت من ده، انتهيت من راوتر 9 واروح لراوتر 8. راوتر 8 هنا هيبقى عندي في مشكلة بسيطة ان هو متصل باتنين اريا. خليني اقول له شو راوت، شوف الشبكات اللي هو متصل بيها ايه، هلاقي 80 81 و110. لو نفتكر 110 ده اللي كان متصل الانترفيس اللي متصل بالاريا 0، يبقى وانا بكتب دلوقتي كونفيج تي و
واشغل الـ OSPF. هقول له Network تمانين، الوايلد كارد بتاعتي 55 55 55، و الاريا بتاعتي هي 1 بالنسبة لشبكة 81 برضو متصلة. نكتبها له كده ونقول له هي برضو متصلة باريا 1. اما الشبكة 110 هي برضو هتبقى كلاس ايه. لاحظ بدأت بقى اللوج مسجز بتاعت الـ OSPF تشتغل. هنا بقى هنقول له بالنسبة للشبكتين هنقول له 110 ده في اريا 0، ده الاختلاف، ده اي بي ار راوتر متصل بشبكتين. تعال نقول له دلوقتي شو اي بي، تعال نقول له شو اي بي راوت. هنلاحظ ان هو عنده 83 اخدها، وستيل هنحتاج نشوف الكونفيجريشن بتاعته، لان هو المفروض دلوقتي ياخد يبقى عارف الشبكة دي ايه وعارف الشبكة دي ايه وعارف الشبكة دي إيه. بتوع كل الارياز هتبقى موجودة عندي هنا في الاي بي ار. تمام، لاحظ هو دلوقتي هو اكتملت القصة معاه، كان الاول مطلع لي دول. لاحظ الاثنين التلاتة كونكتد بتوعه، الاوهات ديت الاوهات ديت دول 83 و113 دول عرفهم من خلال الاريهات اللي هو متصل بيها. يعني هو هنا ال110 هو متصل بيها من هنا، 113 دي موجودة معاه في اريا 0. الشبكات اللي في اريا 2 هنا هو علم عنها عرفها، ولكن لاحظ عرفها وتم اضافة اي اي. اي اي ده معناها ان هو ده جاي لي من البيانات دي جاي لي او الروتس ديت موجودة في اريا اخرى، يعني دي الفكرة. لكن هو قدر خلاص ان هو يعرف يا ترى طب الباقيين عارفين وقدروا يوصلوا لنفس النتيجة. هنشوف راوتر 9، طبعا باقي الراوترات انا كنت عامل لها كونفيجريشن بنفس الطريقة اللي شفناها على الثلاثة راوتر دول، شو اي بي راوت، فاختلاف طبعا الارياهات ده لسه محتاج يوصل له، استنى عليه شوية. المهم ده المفهوم بتاعنا. فاضل ان احنا نعرف بعض الحاجات. اول حاجة ازاي نعمل راوتر اي دي بايدينا. نقول له والله اللوب انترفيس، اللوب باك انترفيس. بحاول لك والله نقول له انترفيس لوب باك زيرو. هتقول لي ليه زيرو؟ حاول لك احنا ممكن نعمل اكتر من انترفيس، ممكن ما قلتهاش في بداية الفيديو، احنا ممكن نقدر نعمل اكتر من انترفيس واحد. ثم بعد كده اقول له اي بي ادرس مثلا 200 مثلا 199 199 199 0. طبعا هنا المفروض احط السبنت ماسك. احنا بنفضل هنا دايما ان احنا نحط السبنت ماسك اللي قدامنا. خمسة وخمسين، ميتين خمسة وخمسين، ميتين خمسة وخمسين، ميتين خمسة وخمسين. دايما طبعا بنغلط، نفتكر ايه؟ نفتكر ان ده البرودكاست اي بي ادرس. لا، انا ده سبنت ماسك بس 4255 زيه زي الاي بي ادرس ال 4255، بس ده كان بيستخدم الاي بي ادرس ال 4255 في البرودكاست. هنا بنعني بيه هنا لما بنيجي نكتب 4255 في السبنت ماسك يبقى احنا بنعني حاجه ليها علاقه بالسبنت ماسك. ايه هي؟ هو لو نفتكر من السبنيتنج بقى، نرجع للفيديوهات القديمة. هنا انا عندي كام واحد؟ هتقول لي ده سلاش 32، ده 8 واحد ده سلاش 32. يعني ما عنديش اصفار حتى اقدر ارفعها لعدد الهوست، يعني ما عنديش هوست. هقول لك بالظبط، ما هو الهوست ده وهمي، فهو موجود في شبكة لا يوجد بيها هوستات حقيقية يعني. فاحنا بنفضل ده ان احنا نكتب السلاش 32 دوت كسبنت ماسك
للوبك انترفيس. طبعا من الحاجات التانية برضو اللي ممكن نعملها، خلينا نقول له اكزيت، هو طبعا اوتوماتيك بيبقى اب مجرد ما اكتبه. خليني اقول لك الحاجة الأخيرة، الانترفيس فاست ايثرنت 0.0 مثلا، سي مثلا انا دخلت على الانترفيس ده وعايز اديله بايوريتي، هقول له ايه؟ هقول له اي بي او اس بي اف بايوريتي 20 مثلا، يبقى انا كده اديت للانترفيس ده بايوريتي 20، عشان لو هو متصل، طبعا هو المفروض بقى الانترفيس ده يبقى متصل مثلا بسويتش او متصل بشبكه مالتي اكسس، و انا عايز يعني اعمل موضوع الدي ار والبي دي ار واخليه يحدد القصه هتبقى ماشيه ازاي والانتخابات او الالكشن هتتم ازاي. طبعا اخيرا في عندنا شو ديباج اي بي، ديباج اي بي او اس بي اف زي ديباج اي بي ريب، ممكن نتفرج على الدنيا ماشيه ازاي لحظه بلحظتها في شو اي بي او اس بي اف، من الاوامر الجميلة اللي ممكن نعرف منها معلومات اكتر. ممكن نعرف ان الراوتينج بروسيس عندنا هو واحد، الاي دي 110.0.0.1 هو اخد خلاص راوتر اي دي. طبعا اللي انا كتبته دوت بتاع اللوب باك لو انا عايزه يتطبق مضطر اقفل الراوتر وافتحه تاني، هو مش هيغير الراوتر اي دي اوتوماتيك الا لما انا اجي اغيره، الا لما هو يفتحه يقفله افتح الراوتر واقفله تاني. متصل بانهي اريا، داتا كتيرة جدا الحقيقة هنلاقيها وجميلة جدا، يمكن نتعرف عليها اكتر في ال NB. ده كان ال OSPF، يمكن زي ما احنا شفنا من الاشياء اللي بتاخد وقت كتير في شرحها، ويمكن من اطول الفيديوهات اللي فيها كلام كان ده هو الفيديو دوت. في فيديوهات تانية طبعا هيبقى فيها كلام اكتر. المرة الجاية هناخد فيديو بسيط جدا هيبقى اصغر من ده بكتير، هنتكلم فيه اوفر فيو كده على الاي اي جي ار بي وقصته ايه، دنيته ماشيه ازاي، وكونفيجريشن بسيط ليه.